عيوني لعن الأزهر. انا الشيف جت الطوارئ اجيت رصف بالطائرة الحربية على مدينة كفر زيتها بريف حماة. الطيران الحربي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي والدخان اتصاعد. قصف بالطيران الحربي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي والدخان اتصاعد. 25/10/2015. ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. الطيران الحربي الروسي في أجواء مدينة اللطامنة. الحرب الروسي في أجواء مدينة اللطامنة 25/10/2015. الطيران الحربي الروسي في أجواء مدينة اللطامنة بريف حماة. المضادات الأرضية تحاول تصدي للطيران الحربي. ٢٥ احتراق دبابي على الاستراد الدوري من المتحلق الجنوبي من اطراف مدينة حرستا. 25/10/2015 احتراق دبابي تابع للنظام على الاستراد الدولي من اطراف مدينة حرستا.
زين. تحيوني لعن الأسد. مسكرة الشيف جت الطوارئ اجيت. قصف بالطائرة الحربية على مدينة كفر زيتها بريف حماة. قصف بالطيران الحربي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي والدخان تساقط. قصف بالطيران الحربي على مدينة كفر زيتها بريف حماة الشمالي والدخان تساقط. 25/10/2015. ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. الطيران الحربي الروسي في أجواء مدينة اللطامنة. الحرب الروسي في أجواء مدينة اللطامنة 25/10/2015. الطيران الحربي الروسي في أجواء مدينة اللطامنة بريف حماة. المضادات الأرضية تحاول تصدي للطيران الحربي.25/10/2015 احتراق دبابة على الاستراد الدوري من المتحلق الجنوبي من اطراف مدينة حرستا. 25/10/2015 احتراق دبابة تابعة للنظام على الاستراد الدولي من اطراف مدينة حرستا.